بان المسلسل مستحيل من قصص حقيقيه. تسلم ايدك. قابلت شخصيه حقيقيه وعدت معاها او ما قابلتوش الشخصيه الحقيقيه؟ مين؟ ستهم. الشخصيه الحقيقيه لا انا ما اسعدنيش الحظ وقابلتها، وبرضو والله ما اعرف روجينا قابلها. ده المفروض روجينا تقابلها فعلا اكيد. ده الاثنين يبقوا مع بعض شكلهم جامد قوي. لا بس هي طبعا نموذج. بصي المسلسل ده فيه حاجه مهمه جدا محدش واخد باله منها، او ازاي مش عارف ما بتبروس او مش معمول عليها سبوت. ممكن عشان تقولها فهمنا. لا انت قضيه المراه، المراه شيء مهم جدا، والريس منبه وعامل سبوت على الحكايه دي. هو العمل ده اتعمل منين؟ من بعد توجيه، من لما الرئيس طلع وكرم الست اللي بمليون راجل وقال لها انت اللي انا فوق تاج فوق راسي وانا انحني الرئيس لانها ست. اصلا نموذج برضو، نموذج مين انهي ست دي اللي تقلب راجل وتحلق زيرو وتعيش راجل وتمشي راجل وتنزل تشقى وتشتغل وتقف في جبل وتمسك؟ دي تركيبة عظيمة يعني، فعلا تضرب لها تعظيم سلام. يعني نموذج للمرأة المصرية مشرف. وهي دي ستات مصر. ستات مصر يعني هي نموذج ان ستات مصر بمليون راجل. فبالعكس ده انت عمل زي ده مهم جدا للمرأة المصرية قبل موضوع الورث وقبل اي حاجة. لان الراجل ده كمان رماح ده بيقول قضية مهمة جدا لما بيقول لها مفيش بنات بتاخد ورث عندنا في الصعيد اللي انت عايزاه بيجيك. يا عم انت يعني ايه اللي انت عايزاه بيجيك؟ اذا كان ربنا نفسه ما قالش كده، اللي احنا كلنا بيبقى الشرع ربنا بيقول فيه ايه؟ الولد بياخد ايه والبنت بتاخد؟ انت بتناقش القضيه دي لان فعلا في ناس مازال عندها المفهوم دوت ان بنت في الصعيد فهم طبيعي بيجيبوا لها كل اللي هي عايزاه لغايه لما تتجوز وتمشي. فطب قدر البنت في الورث ده ليها رقم، فمن حقها تاخده، مش لازم يبقى تحت ايد الراجل الا لو هي اتنازلت عنه للكبير بتاع العيله. فهي دي المنطقة يعني.